السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الا كنت اول مره كتفرجوا في القناه ديالي، ما عليكم الا تهبطوا لتحت ديروا واحد اشتراك ولا صابوني وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد. اما بالنسبه للفيديو ديال اليوم، غادي نديروا انبوكسين وريفيو لواحد البروداكت اللي وصلني، اللي هو هذا البوكس كبر من راسي ما كتشوفوا، اونبالي مزيان، جاني من كازا. المهم غادي خديته عند ناكسيس، خويا نبيل كاين في كازا كيدير ليفريزون. المهم عجبتني انا جوج حوايج ليفريزون في 24 ساعه، والمنتوج كيوصلك كيف ما هو اونبالي مزيان. انتم غتشوفوا شحال ديال لومبالاج، وغادي ندوز غنديروا دابا نفتحوا هذا لومبالاج وندوزوا الانبوكسين ونكملوا باش تتعرفوا على هذا المنتوج معايا ونكملوا الفيديو. مرحبا بكم، ما تنساوش واحد الاشتراك واحد التعليق تحفيزي وشي جيم شي كومونتير راكم عارفين. المهم غادي نفتحوا هذا العجب هذا، سبونسور حادة سبونسور حادة. المهم كيف ما شفتوا شحال ديال لومبالاج، هانتوما باش تعرفوا راه كيوصلكم المنتوج كيف ما هو. شحال ديال لومبالاج، شحال مدورين من مرة. هانتوما شحال داير من مرة. المهم شكرا بزاف خويا نبيل، اللي بغيتو شي حاجه اكسسوارات ولا شي حاجه ديال التصوير خلي لكم الكونتاكت ديالو هنا. المهم هذا هو المنتوج، غادي ندوزو دابا الانبوكسين والريفيو. المهم هذا هو البروداكت، عباره عن بوكس ستوديو ديال التصوير، يعني الناس اللي كيديروا التصوير ولا حتى الناس اللي كيديروا البيع والشراء لي كوميرس وداكشي غادي يحتاجوا هذا الميني ستوديو هذا ولا هذا البوكس ديال ستوديو. فيه رينغ لايت، والمهم غادي نفتحو ان شاء الله وغادي نوريكم تشوفوا كيفاش كيتستعمل. غادي نفتحو هنا، المهم راه شي حاجه كاليتي ومزيان. المهم كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل البوكس ديالو، غنحيدو هذا الكرتونه كيجي على هذا الشكل. لومبالاج ديالو شي حاجه طوب، اسمعوا هاد اللعيبه هادي. هاد الشركة ديال بيليز معروفة بهاد الميني ستوديو ديال التصوير ولا ديال الفوتوغرافي. المهم نحيدوه من لومبالاج ديالو، شوف شنو كتجي معاه. كتجي مع هاد اللعيبة هادي سيرتيفي، وكتجي مع هاد لانستالاسيون سيتاب كيفاش تستعملوه. المهم هادي غتحتاجوها، كيجيو معاه ستة ديال لي كولور كيفما كتشوفو، ستة ديال لي كولور. كيجي الخضر البياض الاحمر الكحل الصفر والزرق، هادو نحطوهم حتى هما هنا ونوريكم استوديو الصغيور اللي هو هذا. وكتجي هادي، هادي كدار لتحت، تقدروا تهزوه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، داير بحال شي ساك صغيور. وين الطريقه ديال الاستعمال ديالو، كيتفتح بحال هكا، كيتفتح بحال هكا كيف ما كتشوفوا. وهذه غادي نديروها، هذه غادي دار هنا باش يوقف كامل. كيف ما كتشوفوا كيولي بهذه الطريقه هذه، من بعد ما وقفنا هذه هاد اللعيبه هذه باش يولي كاري، فيه 30 سنتيم على 30 سنتيم، والفوق فيه هاد اللعيبه هذه اللي كتفتح كيف ما كتشوفوا، هذه اللي كتفتح. الا بغيتو تصوروا من الفوق ولا بغيتو تصوروا من هاد الجهه، المهم عندكم دو شوا. وفيه لي ليد كيف ما كتشوفوا، لي ليد فيه الابيض الوايت وفيه الصفر. غادي نوريكم كيفاش ديروا لي كولور الا بغيتو. هنايا كاين هاد اليو اس بي هذا، كيخدم مع البي سي مع الباور بانك ولا مع الشارجور ديال التليفون كيف ما كان. هنايا كيف ما كتشوفوا كاينه اون اوف، هنايا اللي بغيتو تزيدوا الكاباسيتي ديال الضوء هنا تنقصوا. هنايا هاد الاسهم هادو كتشونجيو بهم لو كولور، واش الصفر ولا البيض. المهم حنا دابا غادي نجربو، غنديروه في الشارجور وغادي ندير شي كولور ونوريكم كيفاش كتصوروا وتحطوا لي برودوي بحال هادو، بحال نفترض هادو بزاف لي برودوي. الناس اللي كيصوروا لي برودوي الاشهار ولا شي حاجه غيستعملوه، انا شريته على هذا الغرض هذا. والناس اللي كيديروا البيع والشراء يعني غادي يحتاجوا هذا، الناس اللي كيديروا البيع والشراء ديال لي برودوي غادي يحتاجوه. المهم من بعد ما درناه في الضو كتشعل هذه البوله الزرقاء،
غادي ندور لكم. انا غادي دابا نقص ليه الضوء. انا غادي نزيد ليه كما كتشوفوا هذه هي السميتو ديالو كاباسيتي ديالو فيه 95 بولة. هنايا الكولور كتبدلوا الصفر ولا البيض، الصفر ولا البيض. هذا الشيء اللي فيه هو هاد البلايص هادو اللي كتشوفوا لداخل هنايا فين كيركبوا لي كولور. المهم نركبوا دابا واحد الكولور باش نجربوه. نديرو الخضر كيف ما كتشوفوا. هاد اللعيبات هادو هنا هما اللي تيركبوا في هذيك البلاصه اللي كتشوفوا في دوك القناه. هم غادي نركبوه بحال بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا كيركب بهذه الطريقه هذه. ودايرين ليه هاد الجناب هادو بالومنيوم باش كيعكس داك الضوء، يعني الضوء كيكون مجهد. ودابا دايرين الصفر غنديروا البيض، نديروا البيض بحال هكا كما كتشوفوا راه مزيان. المهم بحال هكا غيجي بهذه الطريقه هذه. الكليراج ديالو راه مزيان، وتقدروا تزيدوا الكليراج من القدام بشي حاجه اخرى، وتقدروا كيف ما قلت لكم تصوروا من الفوق، يعني كتحيدوا هذه، يعني كتطلعوا هذه وكديروا الكاميرا من الفوق وتصوروا البروداكت. تقدروا بحال دابا شي بروداكت اللي خاصو يكون محطوط بحال هكا وكتصوروا نتوما من الفوق، ولا تصوروا نيشان من هاد البلاصه هذه. انا خديت هذا على حساب الاحتياج ديالي، صغير 30 سنتيم على 30 سنتيم، كاين ما كبر منه. المهم هذا مكان في هذا هو البوكس ستوديو الصغير ديال الفوتوغرافي. في الاخر ديال الفيديو راه غادي نخلي لكم التصاور ديال لي برودوي هادو اللي عندي، هاد لي زاكسيسوار اللي عندي ولا لي جادجيت اللي عندي غادي نصورهم الوسط ديالو، غادي نخليهم في الاخر ديال الفيديو. قول لي الراي ديالكم في التعاليق، وغادي نخليهم حتى في الانستغرام ديالي اللي هو هذا عبد الرزاق بوزيد. دخلوا ليه وشوفوا التصاور وقولوا لي الراي ديالكم. ولا بغيتوه كيف ما قلت لكم تواصلوا مع خويا نبيل ناكسيس، راه كيبيع لي جادجيت ولي زاكسيسوار ديال الفوتوغرافي، كاين في كازا 24 ساعه توصلك الامان ديالك كيف ما هي بيان اونبالي. وداك الشيء هو هذاك سانك ساك. هنا غيكون سال الفيديو، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفهم كيديروا التصوير، ولا الناس اللي كيديروا الكوميرس يعني البيع والشراء ديال لي برودوي دوك الصغار غيحتاجوا هاد البروداكت بزاف. وما تنساوش تواصلوا مع نبيل الى خصاتكم شي حاجه. هذا ما كان، تهلاو فراسكم، ما تنساوش كيف ما قلت لكم تبارطاجيو الفيديو، تهلاو فراسكم.